مع عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي. مجلس النواب خلال الأيام الماضية أقر مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بعد مراجعته وأيضا إجراء بعض التعديلات على صيغة القانون. تم إقرار هذا القانون في جلسة رسمية، وأيضا لما ورد في بعض مواد القانون كان هنالك حاجة إلى إجراء تعديل دستوري على الإعلان الدستوري نظرا لما تم أو ما ورد في مشروع قانون الاستفتاء. تم تقسيم ليبيا وفقا لقانون الاستفتاء إلى 3 دوائر، وعلى أن ينال مشروع أو مشروع مسودة الدستور تنال الثقة من الشعب الليبي ويصبح الدستور نافذا بشرطين. الشرط الأول أن يتحصل على 1/3 المصوتين على مستوى ليبيا، وهذا كان موجود أصلا في الإعلان الدستوري، لكن اللي كان اللي تطلب إجراء التعديل الدستوري هو تقسيم ليبيا إلى 3 دوائر على الأقاليم التاريخية. الإعلان الدستوري يقول بأن ليبيا دائرة واحدة، وشرط إقرار الدستور هو الحصول على 1/2 زائد 1. لكن من أجل تحقيق توافق حول مشروع القانون تم أو ورد في مشروع القانون تقسيم ليبيا إلى 3 أقسام، فوجب لذلك إجراء تعديل دستوري. وأضيف شرط آخر لإقرار مشروع مسودة الدستور هو أن يتحصل مشروع أو مسودة الدستور تتحصل على ثقة 1/2 زائد 1 على مستوى ليبيا، وأن تتحصل على 50 زائد 1 في كل إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية اللي هن برقة وفزان وطرابلس. فبالتالي مسودة الدستور أو الدستور لن يكون نافذا إلا إذا وافق عليه 1/2 أكثر من 1/3 المصوتين على مستوى ليبيا، وأكثر من 50% في كل إقليم ليكون نافذا. تطلب ذلك إجراء تعديل دستوري لكي لا يخالف القانون للإعلان الدستوري. وبالفعل في جلسة الاثنين قام مجلس النواب بإنجاز التعديل الدستوري من حيث تقسيم البلاد إلى 3 دوائر من أجل تحسين قانون الاستفتاء وعدم الطعن فيه في لدى القضاء لمخالفته للإعلان الدستوري. أيضا الجلسة الأخيرة جلسة الثلاثاء ناقش مجلس النواب بعدما انتهى من مشروع القانون ومن قانون الاستفتاء، ناقش مجلس النواب مسألة توحيد وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية من أجل تهيئة الظروف لإجراء انتخابات قادمة أو الاستفتاء على الدستور. الأمر يتطلب أن يكون هنالك سلطة موحدة، توحيد المؤسسات من أجل إنجاح أي استحقاق قادم فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور أو الانتخابات. فناقش مجلس النواب إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات. ونعلم ويعلم الجميع الفشل الذي وصل إليه المجلس الرئاسي الحالي وعدم حله للمشكلات، بل على العكس تماما تفاقم الوضع خاصة في المناطق الموجودة تحت إشراف أو سلطة المجلس الرئاسي. ونعلم ويعلم الجميع الوضع الأمني المنفلت في العاصمة طرابلس. ففي الفترة الماضية في آخر جولة حوار قيمت في تونس كان هنالك توافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي. توقف الحوار عند آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد. طبعا هنالك توافق على رئيس ونائبين، لكن كان الاختلاف في مسألة آليات الاختيار ومن كيف يتم اختيار الثلاث أعضاء لمجلس رئاسي جديد. الفترة الماضية شهدت اجتماعات في مدينة طرابلس بين عدد من أعضاء مجلس الدولة وعدد من أعضاء مجلس النواب. في هذا الصدد هنالك تقارب في وجهات النظر. طبعا تم الاستماع خلال جلسة أمس الثلاثاء للسيد رئيس لجنة الحوار الدكتور عبد السلام نصيح لآخر التطورات والاجتماعات وما وصلوا إليه. خلاصة جلسة الأمس تم الاتفاق على تخويل الدكتور عبد السلام نصيح رئيس لجنة الحوار بالتواصل مع مجلس الدولة من أجل تحقيق توافق فيما يخص
التقارب الحاصل في آلية اختيار مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين استعرض في الفترة الماضية، وهذا الأمر ربما اللي يكون فيه تقارب، وننتظر رد نهائي من مجلس الدولة خلال أسبوعين، لأن حتى السيد عبد السلام نصية منح أسبوعان، جلسة الاثنين بعد القادم سوف تكون يعني فاصلة في الأمر ليعود بنتيجة نهائية. الفترة الماضية كان هنالك تقارب فيما يخص الآلية التي عرضت في مجلس النواب، ورحب بها مجلس النواب أن يتم الاختيار وفقا للتالي: أن يجتمع أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة عن إقليم برقة ويختاروا ممثلا لهم في المجلس الرئاسي، كذلك الحال إقليم طرابلس أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس النواب يجتمعون ويختارون ممثلا لهم في مجلس الرئاسي الجديد، وكذلك الحال في إقليم فزان، وبالتالي يكون كل إقليم رشح بالمشاركة بين مجلس الدولة ومجلس النواب ممثلا له، ويتكون مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين. آلية اختيار الرئيس تكون محددة بعد ذلك بين الأعضاء الثلاثة كيفية اختيار رئيسا بينهم. خلال جلسة الاثنين بعد القادم سوف يعود الدكتور عبد السلام نصير رئيس لجنة الحوار بالرد مما توافق عليه وتحصل عليه من مجلس الدولة من رد في هذا الصدد، والأمر يتعلق بمعالجة وتهيئة الظروف لإجراء الاستحقاقات القادمة لاسترتاع الدستور أو موضوع الانتخابات. أيضا ناقش مجلس النواب مسألة اللجان النوعية في مجلس النواب، وأقر مجلس النواب أن يكون الاثنين بعد القادم موعدا لإعادة تشكيل اللجان النوعية في مجلس النواب. نتحدث عن اللجان الدائمة في مجلس النواب اللي هي مثلا لجنة الصحة، لجنة التعليم، لجنة الطاقة، الدفاع، غيرها، كل اللجان سوف يتم إعادة تشكيلها الأسبوع ما بعد القادم بإذن الله تعالى. هذا يعني مجمل ما حصل وما انبثق عن مجلس النواب خلال هذين الأسبوعين الماضيين.